معي على الهاتف دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. دكتور صلاح، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ الامين. هل صحيح، هل عندكم معلومات بالفعل انه وزاره العداله الانتقاليه قامت بتعديل القانون طبقا لمقترحاتكم بالفعل؟ استاذ الامين، طبعا المجلس القومي لحقوق الانسان كان له 14 تحفظ على قانون تنظيم التظاهر. نعم. واحنا القانون ليس لمنع التظاهر، القانون هو لتنظيم التظاهر، واحنا قصدنا بتنظيم التظاهر ان نكون يعني زي اي بلد حضاري في العالم، يكون ميعاد المظاهره وتوقيتها ومكانها والغرض منها واضح جدا بحيث لا يتم تداخل مع مظاهرات اخرى. ولم يكن المقصود من تنظيم التظاهر او قانون تنظيم التظاهر هو حبس شباب الثوره المحترمين او الملتزمين، لكن للاسف الشديد انه حصل نوع من التداخل في هذا الامر، في ناس بريئه يعني دخلت في محاكمات ودخلت سجن علشان اعتراضها على قانون التظاهر، وكان من الاولى هو الاعتراض بطريقه قانونيه. لكن في النهايه احنا عايزين نقول انه بعد مجيء سياده الرئيس السيسي لسياده الرئاسه وقابل الاستاذ محمد سيد رئيس المجلس القومي وعرض عليه حاله حقوق الانسان في مصر، ومن ضمنها النظر في تعديل قانون التظاهر. ثم اللقاء الثاني كان مع معالي رئيس الوزراء، وبرضه طرح عليه امكانيه تعديل قانون التظاهر حتى يكون متفق مع حقوق الانسان في العالم، ولا يستغل بعض بنوده في انه زي ما قلت حضرتك انه يتم استغلالها من قبل بعض المؤتمرات والاجتماعات الخارجيه. لا، ويتم استغلالها من قبل الاخوان الحقيقه في الترويج ان مصر دوله قمعيه. نعم، وانا بقول في الخارج لانه تنظيم الدوله الاخوان هو اللي كان بيستخدمها. هو اللي خارج. لكن استاذ، لكن دكتور صلاح، المواطن العادي بيقول بس انا مش عايز تظاهر، انا خلاص انا اريد دوله مستقره، احنا تعبنا من المظاهرات، المظاهرات بتوقف حال البلد. المواطن العادي اللي عايز ياكل عيش مش مستحمل، لا المرور مستحمل ولا الحياه مستحمله ولا الوضع الاقتصادي مستحمل ولا السياحه مستحمله، يعني بيقول انا مش عايز تظاهر. هل انتوا يا جماعه بتعدلوا قانون التظاهر علشان قلقانين من المجتمع الدولي وقلقانين من نشطاء حقوق الانسان ضد مصلحه البلد؟ المواطن العادي عايز يفهم. لا، الحقيقه طبعا احنا زي المواطن العادي برضو زهقنا من التظاهر اللي بدون داعي، وزي المواطن العادي بنقول فلتخف التظاهرات ويبدا الانتاج. احنا الثلاث سنين ونص من التظاهر بلا جدوى، احنا عايزين وكلها في سبيل الهدم وليس في سبيل البناء. اللي عايز يتظاهر بضوابط معينة وفي أماكن معينة وفي وقت معين زي أي بلد متحضر في العالم. لكن المظاهرات اللي احنا بنشوفها من الإخوان واستخدام العنف واستخدام ده، طبعا ليس قانون، ليس دي مش تظاهرات، دي ممارسات عنف، ودي طبعا احنا ضدها. وممارسات تمام. العنف دي لها قوانينها اللي موجودة بالفعل ويمكن انها تضبط من خلالها طبعا، لانه في قانون العقوبات، وقانون العقوبات كافي ان يحجم هذا ويتعامل معاه بطريقه، وقانون العقوبات فيه بنود اكتر من قانون التظاهر. ايه التعديلات يا دكتور صلاح اللي انتوا ادخلتوها وشايفين انها تعديلات مهمه وفي نفس الوقت هي تنظيم للتظاهر وليس منع للتظاهر؟ هي طبعا 14 حاجه يعني، لكن اهمها يعني ايه؟ اولا علشان اولا ما تتعارضش مع الدستور، ده رقم واحد، لان الدستور اعطى الحق في التظاهر كنوع من التعبير عن وضع معين او في يعني في سبيل كنوع من الاحتجاج. نعم، الاحتجاج. فطبعا علشان ما نخالفش الدستور. الحاجه الثانيه انه عشان ما نخالفش قانون العقوبات، اعتقد الماده 86، والماده 86 مكرر فيها ما يتوافق مع يعني معاقبة كل الجرائم التي تحدث الآن من قبل مظاهرات الجماعات الإرهابية وجماعات الإخوان وهكذا، وفي نفس الوقت لا تتعارض مع قانون التظاهر ولا تتعارض مع الدستور. هل مثلا عدلتوا العقوبات بمعنى أن مثلا عقوبة اللي ما ياخدش تصريح مظاهرة تكون مثلا غرامة كبيرة وما تكونش حبس مثلا؟ بالضبط كده، بالضبط كده. احنا طلبنا أن ما يكونش في العقوبات التي اللي تيجي نتيجة خرق التظاهر ما تكونش حبس للحريات.
تكون فقط هي عقوبات مالية وما تكونش بالمبالغ اللي كان وضعها المشرع في المسودة الأولى لقانون التظاهر. يعني تكون أعلى ولا أقل يعني؟ لا هو كان حاطط مبالغ كبيرة وحبس الاثنين، وطبعا لا يجوز ان هو ان انا اعاقب عقوبتين على حاجه واحده يعني. واحنا مش معقول واحد بيعبر عن نفسه بالتظاهر ضد شيء معين ان انا احبس حريته، طالما ان هو يعني لم يستخدم العنف، لكن لو استخدم العنف دخل تحت طائله قانون العقوبات. قانون العقوبات، وده هي دي اللي فيها حبس، اول ما استخدم العنف طبعاً. هنا فيها حبس، عشان برضو يبقى الكلام واضح والناس اللي بتسمعنا تقول الله، هو انتوا يا مجلس قومي لحقوق الانسان انت عايز ايه؟ انت عايز ترجع المظاهرات تاني علشان والعنف تاني؟ لا اطلاقا مش هو ده المقصود. قانون العقوبات فيه ما يكفي ورادع جدا لاي مظاهرات قد يشوبها عنف او لا تلتزم بقانون تنظيم التظاهر اللي هو موجود اصلا بتعديلاته اللي احنا طلبناها. واذا كانت الحكومه فعلا استجابت لهذه التحفظات يبقى احنا فعلا بنضع الامور في مصابها الصحيح، وده لمصلحه مصر طبعا داخليا وخارجيا. بشكرك دكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.